السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال ومرحبا بكم في فيديو جديد وهذه المره فيديو كيفاش نحتفظوا بالفراوله او لا لي فريز كيفاش بهم مده طويله يعني نستعملهم في العصائر ديالنا في المثلجات خصوصا حنا يعني فاش الوقت اللي كتكون فيه يكونوا فيه لي يعني كنستغلوا كن هذاك الوقت ديالهم كناخذوهم ايضا يعني كنحتفظوا بهم من شهر رمضان يعني باش نستعملهم في العصائر ديالنا فخليكم معايا غادي نشوفوا يعني عده طرق لطريقه الاحتفاظ بالفراوله اذا اول شيء كناخذ الفراوله ديالي كنديرها في الماء كما كنعرفوا ان الفراوله حساسه كنحاولوا اننا نغسلوها غير بشويه حتى كنزولو او لا كيما شفتوا يعني وضعها في بول كنخليها واحد المده نعاود نبدل داك الماء ونعاود ن... عاد نزولها منو لانه ملي كنديروها في الماء كنخليوها كت... واحد المده دا كتطلق داك ال... يعني داك التراب اللي كيكون كي لاصق فيها هنا كناخذو يعني كنبغيو نحتفظو بالفراوله وما كنحتفظوش بالفراوله اللي كتكون طايبه بزاف اولا كتكون يعني بهذا المصطلح ديال انها خامجه نو كنحتفظو بالفراوله خاصها تكون يعني قاصحه حمراء يعني كل لون ديالها احمر يعني باش تكون حلوه وتكون قاصحه يعني ماشي تكون طايبه بزاف كنشفوها مزيان كما كتشوفوا هنا كنشفها بهاد الورق ديال ديال المطبخ وكنشوفوا يعني الا كانت شي وحده طايبه بزاف فكنزولوها بعد ما غسلنا لي فريز ديالنا وشفناهم فكما كتشوفوا هنا الطريقه الاولى انني كنزول داك الراس الاخضر ديال لي فريز وكنقسمها على اربعه بعد ما قسمنا لي فريز ديالنا على اربعه هنا كما كتشوفوا عندي جوج ليفات فواحد واحد الزلافه غادي نخليها كما هي والثانيه غادي نضيف لها شويه السكر ممكن نوضعها في بلاستيك يعني الخاص بالمجمد على هذا الشكل هادي بالنسبه اللي ما فيهاش السكر اللي فيها السكر كنخليوها كت يعني داك السكر كنخليوه واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه داك السكر بحال كيدوب يعني كيطلق كي وهذي ما فيهاش سكر كما شفتوا انا وضعتها في هذا البلاستيك الخاص بالمجمد كنحاول انني غير نبسطها باش ما تجيش هكا تجي مبسوطه باش فاش نبغي نجبد القطع كيجوني ساهلين انني نفكم وناخذ يعني الكميه اللي بغيت يعني ما كنتوش غديروها الطريقه ممكن انكم تصفوها في بلاطو يعني تصفو هذه القطع في بلاطو يكونوا مفرقين وتدخلوهم للمجمد حتى كيجمدوا كي عاد كتجمعوهم في بلاستيك فكيبقاو مفرقين سينو الا درتو بحالي هذه الطريقه فحاولوا ان فقط انكم تبسطوهم ما تجمعوش بهذه الطريقه كما كتشوفوا انني جمعت هكا هكا غادي تجيكم صعيبه ملي تبغوا تاخدوها يعني تاخذوا واحد الكميه قليله دائما كنبسطو وملي غادي نبغيو ناخذها فكن يعني كنهزوا الكميه اللي بغينا بسهوله كتفرق لينا بالنسبه للكميه قلت لكم هادا ديال السكر فغادي نحتفظوا به جانبا علاش يعني الفرق بين هادا ديال السكر اللي ما فيهش سكر ديال السكر مثلا غنستعملوه في العصائر ديالنا اللي ما فيه سكر مثلا اللي يدير يعني العصير بلا سكر او الناس اللي كياخذوا ما كياخذوش السكر فهادو جوج طرق ايضا كما شفتوا عندي كميه اخرى ديال الفريز اللي غادي نطحنها فقط يعني زولت لها داك الراس الخضر ضفت لها واحد شويه ديال عصير الحامض واحد المعلقه ولا جوج ديال عصير الحامض وكنطحنها مزيان حتى كنحصل على بيغي ديال الفراوله هذه ايضا طريقه باش نحتفظوا بالفريز ديالنا فممكن نستعملوه في العصائر ممكن نستعملوه في لي ايضا في لي كما قلت لكم يعني الفريز يكونوا قاصحين يعني لي فريز واقفين حمرين ما يكونش طايب لانه الطايب كي كيبدل لينا المذاق ديال الفريز يعني غير وحده الا كانت داخله في في القطع ديال الفريز ديالنا اولا في دي هذا البوري فكتبدل لينا داك لوغو ديال الفريز وكناخذوا البلاستيك فهنا كنديروا الكميه اللي غادي نستعملوا كنا يعني ما عارفينش الكميه اللي غادي نحتاجوا في كل نهار كناخذوا سيليكون المربعات اولا دوائر صغيره ديال السيليكون كنعمروها حتى كتجمد وكنجمعوها من بعد كنجبدوا الكميه اللي بغينا كما شفتوا انني خديت دي ساشي ديال المجمد صغار ودرت كميه قليله اللي غادي يعني نستعملها كنت احتاجت وحده غادي نجبدها وكنت احتاجت جوج غادي نجبدهم دونك هذه طريقه اخرى دزت واحد ربع ساعه على لي فريز اللي, اللي درنا فيهم السكر ما هما كنجمعوهم بنفس الطريقه غير إيه هنا ضروري في لي ساشي انكم تكتبوا هذا بالسكر هذا بلا سكر الا كنتو يعني درتوهم وكنتو كتحتاجوا يعني تعرفوا ان لي بالسكر هو اللي ما فيهش بسكار فكتكتبوا على الساشي ديالكم فقلت لكم هذه فكره فقط الناس اللي ما يأخدوش العصير بالسكر يديروا هذا اللي بلا سكر الناس اللي كياخذوا كي بالسكر يضيفوا السكر لفخز ديالهم تيخرج حتى الحلاوه ديال الفخيز الطريقه الرابعه هي هذه كما كتشوفوا عندي لي فريز دوائر وعندي عصير ديال البرتقال كنأخذ هذه القطع ديال لي فريز وكنوضعهم في هذا ال... لو ديال المجمد اولا نقدروا ناخذ سيليكون كنوضع في هذه القطعة ديال لي فريز كنكبوا عليه العصير ديال البرتقال كان عمرو ديال البرتقال وكان كندخلوهم حتى كايجمدوا وكان كنجمعوهم في ساشي يعني بنفس الطريقه اللي جمعنا بهم الاولين كنحصلو يعني ملي كندير نحضروا العصير ديالنا ممكن هنا هاد هاد المربعات من بعد ما كيجمدوا كي منهم كنحصلو على مربعات متلجه ايضا ممكن هنا نطحنوهم مع عصير ديال البرتقال عصير ديال الحامض ايضا مع الصوصور بيض الحامض اللي كنت عطيتكم الوصفه ديالو غادي نخلي لكم الرابط في اخر الفيديو فيعني هادو افكار باش نحتفظوا باللي فريز ديالنا كيبقاو زوينين يعني وكيبقاو مزيانين يعني السيده اللي كتكون خدامه اولا السيده يعني حتى حتى حنا عارفين ان الفريز ما كيصبرش مده طويله فهذه الطريقه باش نحتفظوا به نستغلوه اذا هذا كان الفيديو ديالهم كيفاش نحتفظوا باللي فريز ديالنا بعض ديال الطرق مختلفه كما كتشوفوا يعني بعد ما كنجمدوهم با وقت اللي كنبغيوهم كنجبدوا الكميه اللي بغينا وكنستعملوها هنا كما كتشوفوا عندي اللي بالقطعه اللي درناها مع عسل البرتقال ايضا اللي حضرنا على شكل بيغي والشكل الاخر اللي بقطع اللي بالسكر واللي بلا سكر نساو تنساوش اللي عجبكم فيديو تخليولي لايك تعليق واشتراك في القناه وايضا تنضموا لصفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه ومرحبا بكم دائما بالصحه والراحه